كبير بالنسبة لفيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد هنالك في سان سيرو، المباراة التي شهدت يعني نقطة تحول ربما بعد ذلك بالنسبة للميلان وفيما يخص مدربها السابق. عموما اليوم في الأرتيميو فرانكي ميلان من أجل الانتصار، من أجل مواصلة الظهور الجيد، من أجل مباراة أخرى تقرب أكثر على مستوى صراع الأوراق الأوروبية المؤهلة مبدئيا إلى الدوري الأوروبي، ميلان من أجل المحافظة على بصيص الأمل المتبقي للوصول إلى الأبطال بالرغم من صعوبة المهمة ينتظر ويحل ضيفا بعد نشيد دوري إيطاليا هنا في الأرتيميو فرانكي في فلورنسا على نادي فيورنتينا. يعلن بداية التي انتهت بهدف مقابل لا شيء. اليوم يبدأ أساسيا للمرة الأولى جابية، يترك الكرة الماضية أندريا كونتي إلى خارج أرضية الملعب أساسيا مع المدرب بيولي، كرة من ركلة ركنية ملعوبة تينا بدارغوفسكي في حراسة المرمى وزيلا ميلينكوفيتش كاسي الغائبة في هذا الموسم ميلان الوضعية التي هذا الموسم بريشيا صاحب المركز هي بالنسبة للمدرب ستيفانو بيريبيتش أمامية. يا السلام إلى تشالانوغلو، كاس حلوة كرة اللاعب التركي هنالك أكان تشالانوغلو القائد رومانيولي أمامية ملعوبة عن طريق رومانيولي ألوسيو بعدت كرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ووصلت كرة لمحاولة لمصلحة ميلان الآن وبعدت من أمامي في ملعب الفريق الآخر. في القسم الأول فيورنتينا فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الموسم الماضي في هذا الموسم من خلال تشكيلة المدرب ياكيني، كما كان الأمر أيضا قبل ذلك بالنسبة لدراغوفسكي صاحب 22 سنة لزلاتان إبراهيموفيتش. التمريرة تأتي أمامية طالت على تشالهانوغلو ولم تصل بالشكل المطلوب للاعب اللي هو المتقدم من الجهة باستثناء وضعية الفريق التي تغيرت في مباراة الديربي. الديربي وكيف طار أهداف مقابل هدفين بعد أن سقط ميلان رات التعادل السلبي مع كرة بمحاولة تأتي ولقطة المافيا من دونا روما لمصلحة فيورنتينا في منطقة الجزاء تسديدة تأتي خطيرة من كاستروفيلي محاولة يستغل من خلالها فيورنتينا تحول بعد ذلك ليلعب لكاليري ومن كاليري إلى فيورنتينا وفي فيورنتينا إيطالية ارتدت قميص فيورنتينا ثم الميلان أو العكس العكس الأسماء الأخيرة تأتي اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء تيربيتش خطيرة جدا الكرة والمحاولة المافية لكن حارس المرمى دراغوفسكي عرضية داخل 70 انتصار للميلان كأكثر فريق يهزم فيورنتينا كرة محاولة رأسية من أجل تفادي الخسارة في لقطة عرضية في منطقة الجزاء رأسية عن طريق المدافع إلى حارس المرمى دراغوفسكي. هذه الكرة والمحاولة العرضية الماضية سهلة التركي فاتح ترم الطرف الأفضل في هذه المواجهة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بعد يأتي من دراغوفسكي لكن يبدو بأن الكرة واللاعب الذي يظهر بشكل رائع
هنا في تشكيلة فريق فيورنتينا. دوشان فلاوفيتش صاحب العشرين سنة القادم من بارتيزان بلغراد الصربي في في هذه المواجهة. عموما كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع تحولت إلى خارج أرضية الملعب. حاولت مرور التقدم تأتي لها لكن أيضا قرار بصافرة موجودة وخطأ دحت في الجهات اليمنى هنالك أندريا كونتي كاستيخو بعدت من أمام الكرة إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى رمية التماس ومن أبعدها هو عن طريق إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر إسماعيل بن ناصر ملعوبة في الجهات اليمنى أرضية تأتي في أحضان دراغوفسكي في أحضان دراغوفسكي أيضا بركلات الترجيح قبل الخسارة أمام فريق أو المنتخب الألماني على بطولتين كأس عالم. كرة بمحاولة من مسافة تأتي وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الميدان كرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. إسماعيل بن ناصر ثنائي لقاء غاب فيه بسبب الإيقاف. كرة بمحاولة فيها الجهات تستمر لا زالت قائمة مرور من زلاتان إبراهيموفيتش لا زالت عندما يحكم السلطان يستمر وبالتالي يلغى الهدف بوجود لمسة يد على زلاتان إبراهيموفيتش يلغى الهدف بوجود لمسة اليد على إبراهيموفيتش هكذا النظام الجديد أي لمسة يد على المهاجم هذا التوقيت من العام يعني كورونا فيروس الذي ينتشر بشكل كبير أوروبا يعني الوضعية فيها شوية إلى محاولة ملعوبة أمامية كاستيخو على مستوى السيطرة لكن قرار من حكم المباراة جان باولا رومانيولي أمامية بشكل مثالي جدا طالت رامي محاولة تصل إلى دونكان أرضية داخلية هيرنانديز أمامية من الفرنسي سقوط لأنتي ريبيت أمامية ملعوبة وصلت إلى كاستيخو داخل منطقة الجزاء محاولة لمصلحة الميلان لكن أيضا تغطية دفاعية وقبل ذلك هنالك قرار أرضية الميدان عرضية في منطقة الجزاء تسديدة تأتي لكن المحاولة الماضية من فيدريكو كيين فيدريكو كييزا اصطدمت عادت من جديد وكرة بأقدام اللاعب الغاني في اللحظات الأخيرة كرة بمحاولة رأسية خطيرة جدا الثانية في الوجه وبالتالي قرار حكم المباراة باستمرارية اللعب داخل منطقة الجزاء أبعدت الكرة لازالت مستمرة هدف أول يأتي الآن مرة أخرى أنتي ريبيتش ريبيتش يواصل الظهور ويواصل التألق ويواصل تسجيل الأهداف ويضع كرة أخرى في المرمى ويوجه رسالة وكأن بوبان يقول ألا ليته بدأ الموسم أساسيا لماذا لم يبدأ الموسم أساسيا هذه الكرة من كاستروفيلي كاستروفيلي السادسة في ست مباريات متتالية الآن يسجل ستة أهداف كرة المحاولة من أجل التأتيل في منطقة الجزاء ملعوبة الكرة كرة بمحاولة ميلان أمامية وصلت إلى زلاتان إبراهيموفيتش يسقط في أرضية الملعب وحكم المباراة يعلن عن الخطأ والبطاقة الصفراء بطاقة صفراء تظهر وكان ممكن الانفراد الماضي يعني حكم آخر يتعامل معه بشكل أكثر قساوة هذا الرجل جان باب عن طريق البرازيلي دالبيرت سقط إبرا في أرضية دالبيرت إذن يترك أرضية الملعب مطرودا قلت حكم آخر في مثل هذا القرار ممكن أن يتخذ اللاعب البرازيلي المعار من الإنتر إلى صفوف فيورنتينا كرة إلى صافرة ملعب كرة بأقدام زلاتان يسدد لا زالت مستمرة إبراهيموفيتش سيطر على كرته بالشكل المطلوب يبحث عن من يلعب الكرة الماضية لكن اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان يتحمل مسؤولية التسجيل ويتركها في بعض لكن أيضا تغطية وإبعاد لا زالت مستمرة إلى خارج أرضية الملعب يكس أمامية إلى كاستيخو خطيرة جول لا 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 كان يمر يتقدم لمسة بعد ذلك بشكل مثالي جدا تسديدة خطيرة جدا
خطيرة رومانيولي والسقوط في أرضية الميدان، والقرار يأتي من جيان باولو كالفاريسي باحتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريق فيورنتينا. بولغار كرة في المرمى، يأتي التعديل، يأتي التعديل بأقدام تشيلي. بولغار يسجل هدف التعادل ويضع كرة في شباك الميلان في الدقيقة